سفر بيني ما اجت لهون، بس اليوم ما شفته لمحمود ابنه. ليكو اجى دقيقه لاساله. محمود، ام سهام على التليفون، قال سهام مفقودي، ما شفتها؟ شو بعرفني انا؟ شايفتيني ببصر؟ محمود، مو وقت مزحك، المسكينه رح تجن من خوفها على بنتها. شو دخلني؟ كانت تحافظ عليها. سبحان الله. لا والله يا خانو، محمود ما بيعرف. مع السلامه. طلع فيني. سهام ضايعة وانت ولا هامك؟ مو غريبة؟ ما بقى تهمني بنوب، تركنا بعض. بس امبارح اجت على المزرعة وشافوكن مع بعض. كنا متخانقين، اجت تراضيني، صارت تحكي معي. بس انا ما عطيتهوش. بالله. والله. لوين راحت هي سهام؟ ليكون صاير شي مصيبة مع البنت. ما بعرف يا خانو، قال خبروا الشرطة كمان. محمود، شو بتقول انت بهالشغلة؟ شو بدي اقول ماما زينو؟ بكرة بلاقوها. شو؟ انفتحت شهيتك بهالليل؟ ايه، فركت علي معدتي شوي. طيب هلا خلينا نروح ننام والصباح رباح. امشي. أنا اللي لفيتها. عجبتك؟ في شي خبر من أهلي؟ قلبوا الدنيا عليكي. محمود، يا ترى نحن غلطنا؟ إيه نعم يا أولاد، غلطتوا غلط كبير كمان. ماما زينو، معقول جيب دافي لعندك تقعد بهيك محل؟ شو إلها معنى تخبايتها هون؟ تعرف هلأ أهلها لسهام بشو بيكونوا عم يفكروا؟
بانه بنته انخطفت وانه صار معها شي منيح، او كمان قتلت وانزتت بشي غابي. مو حرام عليكم تتسببوا لهم بهالقلق والخوف؟ يلا قوموا لشوف، يلا يلا قوموا، جيبي شنطتك، اترك هدول، يلا امشي، يلا. تعالي بنتي. أنا بعتذر منكم عن ابن أخي، مشان الله يا جماعة لا تأخذونا. العفو مني. لو تعرفي شو انشغل بالنا عليها، يا ريتنا عرفنا أنها هون. المهم الحمد لله أنها بيدين أمينة، هذا الشيء اللي بيريح. أنا ما بيطلع لي أعطيكم نصائح، بس بتمنى ما تضغطوا عليها، لساتها طفلة أصلا خافت كتير. الحق معك، نشكر اهتمامك كتير. يلا بخاطركم، تصبحوا على خير. وأنتوا من أهله. عجبك ولا اللي عملته؟ خليت العالم تدق بابنا من نص الليل. جاي مطرقه. لا حدا يعطيه وش. الجماعة أخذوا بنتن وراحوا. هلأ دورك يا أغا الصغير. شو عملت؟ كيف خطر لك تخطف البنت من بيت أهلها وتجيبها لهون؟ احكي، كيف بيخطر لك هيك شيء؟ جيمو اللي قال لي. شو؟ شو؟ محمود لا تخرف، بعفسك برجلي. ها ما قلت لي اليوم خطف البنت؟ مين؟ أنا ولا؟ هي ابك كانت معك. حل جذري محمود، الحل الوحيد لهيك وضع. شو هو الحل؟ خطف البنت. ليك على هالنصيحة؟ مثل ما عم قل لك، صدقني. جيمو انتبه لكلامك. سأل مرت أخوه، لو أمها ما وافقت تجوزني إياها كانت هربت معي. اسألها. مزبوط، لو أهلي ما عطوني كان جيمو رح يخطفني، هيك صار يحكي له. برافو جيمو، برافو يا بطل، هاد اللي بيليق بالأخ الكبير أصلاً. ماما زينو، والله العظيم أنا كنت عم أمزح. حقي. ابني تعا أحكي لك شي كلمة. لك محمود، لك شقفت بنت ما قدرت تخطفها، عامل حالك زلمة؟ حقي. يلا تصبحوا على خير. هاد بده يموتني. يعطيك العافية، تفضلي.
جاي مشان اخذ ابن زليخه كريم اوغلو. لشو صار بامه؟ هربت من المحكمه. كان مبين من عيونها انها رح تعمل هيك. يا روحي انت، تعال شوف، تعال لا تبكي حبيبي، لا تبكي لا تبكي. بتقولي انه حاسس امه راحت؟ لا يكون جوعان، قبل شوي طعميتهم. شو رح يصير فيه هلا؟ رح يسلموه لعيلة زليخة. لرجاء آغا؟ رح يخلوه عايش؟ مجبورين نعطيهن اياه، هيك القانون. أعزائي المشاهدين، إليكم هذا النبأ العاجل. قام الظهر أمس المتهمة زليخة كريم أوغلو والمنسوبة إلى عشيرة كريم أوغلو بالفرار من قصر العدل في مدينة أورفا. وكانت المتهمة قد استطاعت الفرار قبل الجلسة بدخولها إلى دورة المياه الخاصة بالنساء. وكما هو معلوم فإن المتهمة محتجزة لقيامها بجريمتي قتل. إلى يا وكيل. نعم آغا. بتدوروا تحت كل حجر، ما بتتركوا محل ما بتنكشوه. انشروا الأخبار بكل إرنب بالبلد. هاي اللي ما لها اسم بدها تلتقى. قبل ما تلتقى بيحرم عليكم الأكل والشرب والنوم، تحرم عليكم الحياة. عم تفهم علي ولا لا؟ رد يا حيوان. فهمت آغا. يلا انقلع. على رأسي. أهلا وسهلا، ناطرينكم، تفضلوا. وصلوا؟ اي نعم. تفضلوا تفضلوا. مرحبا ست أليف، سمعتوا الخبر؟ سمعنا. لازم نسلمكم الولد لأنه الأم هربت. لسا ما تسجل بالنفوس، لهلأ ما إله أسن. نحن بالإذن ست أليف. مع السلامة. الله يكون بعونكم. لا يا روحي. بعيد عني، سكروا عليه بشي محل، حطوه بمحل بعيد، ما بدي اشوف وشه، ما بدي اسمع صوته، مفهوم؟ لك انا بدي موت.
يا الله خلصني، خذ روحي مني، دخيلك يا الله مالي غيرك. خلص 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 حبيبي خلص. لو سمحت لف لي هدول على شكل هدية وبعتهم على الأوتيل تبعي. تكرم أمرك. قديش حقهم؟ 1000 ليرة. تفضل. يعوض عليك، أهل وسهلا. شلون هاي أختي؟ حلوة. ولا أخذ هاي؟ إيه هاي أحلى، فيكن تحطوا صوركم بقلبها. خلصنا بقى محمود، صار جاية 8 زباين ولهلأ ما كان يعجبك شي. ليك لا تنقى على أخي. مشي الحال، نقدر نكتب عليها شي؟ طبعا تقدر. شو نكتب؟ هدول. كل هدول؟ ايه. من محمود الى حبه سهام، اتمنى الا تنسيني في بعدك، ساتذكرك في قلبي الى الابد، والى ان نلتقي في يوم ما سيبقى ينبض بحبك، ان عيونك الجميله. لك محمود؟ شو صهري؟ هدول بدنا نكتبهم على التعليقه ولا على حيط قلعه اورفا؟ ليش كتاب؟ هي معلقة. احشرهم فيها. لا إله إلا الله. ملاحظ على حالك إنك عم تنق كتير سيء، احل له شغلته بقى. هي الشغلة ما بقدر عليها. ليك محمود، أحسن شي تروح على طريق الحرير القديم بحران، ومن هنيك كمل ركض على الصين. شو لي شغل بالصين؟ إلا ما تلاقي لك شي واحد بيكتبوا تاريخ الصين على حبة الرز، معبى مجانين، اكمش لك شي واحد منه. سيد رحمه بقى للزلمة، أصلا اللي فيه مكفي. اختي عم تحكي المظبوط، قلبي عم يحترق وانت قاعد عم تتمسخر. ماشي ماشي، رح زبطها مشانك، تعال المسخده. سلمهم صهري. إيدال خدي المصاري وسجليهم على الدفتر، طاوله وابريقين. امتى رايحه سهام؟ بعد كم يوم. شو بدي اعمل ما بعرف. اتركها لربك محمود، مشان هيك بسموه حب، ما لك حل غير تتحمل. يا روحي حبيبي تعال دخيله انجخ، دخيلها تطلع مع احلاها انجخ. شو عم تفكر؟ عم حاول فكر. كأنه زليخة. الولد نسخة عن زليخة. شبك مراد؟ هذا الولد ابن أختك، يعني من لحمك ودمك، وتمه مثل تمك بالضبط. بعدي عني أليف رجاء. ما فيك تطلب مني هيك شي، وين بدي روح فيه؟ لأنه كلمة بعدي عني بتعني لي إنك مو فرقاني معك إذا هذا الولد انقتل ولا لا. مو فرقاني معك؟ بلا ما نكذب على بعض، أنت مانك قاسي لهالدرجة. أنت بتسمح بهالشي مراد؟ زلمة اللي بعرفه وحبيته ما بيسمح بهالشي أبدا. شوفي أنا ما بدي يموت حدا ولا حتى الولد، مزبوط. درست بإنجلترا 5 سنين وشفت الدنيا ورجعت لهون، وكتير شغلات استغربتها، عادات بالية وقضايا تار، تمردت. بس أنا ما فيني أنسى كل عاداتي كمان، وما في إنسان بينساها. أنا ما عندي اعتراض على جذوري وعلى كوني شرقي، وصدقيني لو هلأ ما في خطر على حياته لأبي، ولو ماني مجبور أسمع كلمة أبي وما خالفه، اتأكدي كنت بالحالة زليخة. كنت بلاحقها بدون تردد، وبحاسب على كل قلة الشرف والندال اللي ساوتها. صرت واحد مالي قدران يعبر عن غضب، وبس كرمال ما يتأزم الوضع أكتر. شغلة بتقهر. أنا عم زود عليك، آسفة. مو أنت حبيبتي، مو أنت، الحياة.
برأيك وين ممكن تكون زليخة سيدي؟ إذا فكرنا بكل شيء عملته لليوم بأي محل. حكيت مع المدعي العام تبع السجن قال فتحوا التحقيق. لعوض بسلامتك. عنا شغلة ما بتقل أهمية عن ملاقات زليخة، إنه نلاقيها قبل رجاء آغا. مزبوط، بيكون بعت رجال وراها من زمان. محل ما بيلاقيها بيقتلها. رجاء آغا هلأ مو عايش غير مشان هالشغلة، ولهالسبب عم يقتل حاله بحاله. شلونك أخي؟ حسين؟ أهلا وسهلا. كيفك؟ ماشي الحال. شو بعمل؟ يعني مو منيح. بدك تقلب له حياته لحقي فوقاني تحتاني، فهمت؟ فهمت أخي. دخلته عالشغل وربحته مصاري، وشو عمل بالمقابل؟ عمل آغا، ونحن كمان بحق لنا يحترمونا، ما هيك حسين؟ كيف لك؟ وغصبا عنه أنا غلطت، غلطت إني خبرت عن حقي، عم تفهم؟ كان لازم أول ما غلط معي إني أسحب مسدسي وأوصه. كنت بتضربه ولا؟ كنت بدك تضربه؟ طلع فيني. ولك إذا بتفتح تمك وبتحكي بحق كلمة واحدة بعبي لك بوزك رصاص، فهمتوا لك؟ فهمتوا لك؟ فهمت. بس ما بدنا إياك تجيب لنا واحد كيف ما كان بس لأنه ابن بلدك. شفنا شو طلع من يلي بتعرفهم أنت. وقتها قالت لهم اختك. لا تجيب سيرة اختي. ولك كم مرة بدي اقول لك بدك تخليني اقتلك بالزور؟ تحملت كتير، ضيعت حياتي، دمرت. اوعك تغلط غلطتي. اول ما بتلاقي فرصة بتقبره لهالكلب. ماشي؟ ماشي اخي. يلا روح، روح وخد بتاري. لا تقلق، رح اخده بخاطرك. انتبه منه. ماشي اخي، شوف. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلوا. مشكورين. عم دور على بنت الآغا رجا آغا كريم أوغلو. يا ترى حدا شافها أو سمع عنها هون؟ معكم خبر شيء؟ لا والله ما شفناها وما سمعنا بشيء. ماشي، شكرا. يلا اسمحوا لنا. مع السلامة. الله معكم. هدول اللي مرقنا جنبهم من شوي زلم رجاء آغا سيدي. بعرف. نوقفهم لنسألهم كم سؤال؟ بطني شبعان من حكاياتهم. منعرف كمان على شو عم يدوروا. يلا امشوا. تفضل. يسلموا. صحة وهنا. حسب الأخبار اللي وصلتنا يا رجاء آغا، هالشي صدقني ما فاجأني أبدا. دريت إنه رجالك عم يدوروا على بنتك. في أب ما بيدور على بنته؟ على الدوارة بيدور، بس إذا كان الأب أنت والبنت زليخة. ما بدي اسمع اسمها، ما لا اسم. هاي ما لا اسم. طيب، إذا طلبت منك توعدني بشي، فرضاً لقيتها قبلنا، بتخبرنا يا ترى؟ بدون أي شك. متأكد رجاء آغا؟ ليش صار هيك شيء قبل اليوم وما وفيت بوعدي؟ لا ما صارت، بس بعد ما تقتل بنتك زليخة. اسمع هي، ما بدي بعد ما تقتلها تحاكيني وتقلي أنا قتلتها وغسلت عاري وتقلي أنا جاي أسلم حالي واعترف بجريمتي. قبل ما تقتلها بتخبرني قبل ما تلوت إيديك بالدم.
بعرف شو عم بتفكر. ايه مقدر مشاعرك بس بلاها رجاء آغا، لا ترجع تلوت ماضيك اللي نظفته. شو اللي صار ما بعرف، بس ايديك صارت نظيفة يا رجاء آغا وكلنا مبسوطين. اترك هالشغلة للعدالة. لا تخاف، العدالة رح تاخذ مجراها، اكيد رح تاخده. انت لا تاكل هم ابدا. انا عم احكي عن عدالة الجمهورية التركية يا رجاء آغا، مو عن عدالة العشيرة. يلا بخاطرة، مع السلامة. لا 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 لا، خلص حبيبي خلص. يلا خلص، لا تبكي. بابا عم بتدور على شيء؟ سمعت صوت، مشان هيك جيت. صوت حفيدك؟ لا. ليش عم يبكي فريدة؟ طيب شو في شغلك؟ مين هالبنت؟ بنت وحدة من الخدامات مرضى، عم بترضع حفيدك وابنها سوا. هذا مو حفيدي. بابا لا تعذب حالك كل هالقد. أنا ما عم أعذب حالي. اهدي. وين انا؟ لا تقلقي، بايدين امينه. مين انت؟ كيف اجيت لهون؟ المريدات لاقوكي مغمى عليكي. المريدات؟ وين انا؟ شو هذا المحل؟ تكية سلطانة خانو. تكية؟ شو هالاصوات؟ هات صوت دق الدف، المريدات عندهم حلقة ذكر. الحمد لله على سلامتك. احكي
احكي لي بنتي، احكي شو صاير معك، لا تخافي من شي. انا خسرت عيلتي وكل شي، كنت قاعدة عند قرايبيني، قاموا حاولوا يجوزوني بالقوة، هربت وحاولت انتحر. الموت تقدير الخالق، انت بتأمني بالله بنتي؟ طبعا. اذا هيك لا تقطعي املك، باب تكيتنا مو باب للتعاسة بنتي، يلا شدي حالك، الله يكون بعونك. مين هي؟ هي شيختنا سلطانة خانو. الإجراءات خالصة ست زينو، نقل الشركة تثبت بالسجل التجاري، تفضلي. يسلموا هالإيدين. بصراحة أنا مرقت مشان بارك لكم لآخر مرة. الله يبارك فيك سيد حسن. الأولاد كبروا وكل واحد مشي بطريقه، وأنا طاقتي لهون وبس، والمصنع منيح والعمال أمينين وشغيلة، وما شفنا منهم غير كل أمانة وإخلاص. الموضوع بيرجع إليك طبعا. العامل الأمين والخدوم منحطه على راسنا من فوق سيد حسن، لا تشغل بالك. الله يرزقكم. وهلأ بدي استأذن. إذنك معك، بتشرف بأي وقت. بشكرك يا خان. الله معك، وبتمنى لكم التوفيق بالمصنع. وأنا اسمحوا لي خاطركم. مع السلامة. مع السلامة. حقي آغا الفستقجي، حقي آغا الفستقجي. شو عم تتمتم حقي؟ بعد هالعمر رح يصير اسمي حقي آغا الفستقجي. الله يجعل نهايتنا على خير. امشي حاج بقى، سيد فروح ناطرنا بالمصنع بلا ما نتأخر، لسه في الافتتاح والمحافظ جاي. لا تقليلي انه هديك الحولة هنيك. مين؟ كنتنا جلنار؟ كنت شو عمي؟ بلشت تخبص، ما بروحها؟ اي الله لا تخرب علينا. بتعرفوا قلبي عم يقلي انه شغلة الفستق مؤامرة عملت الي شخصيا. ما اصلا هاد احلى طرف باللعب يا فهمان. يلا حاج حكي قوموا، يلا 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 بشوفكن. يلا عمو، يلا يلا عمو، يلا قوم قوم، ما في نقاش. يلا قوم يا فستقجي. يلا, يلا. خلص روح بروح لك. سنة بيه ديال بكلم بيني جيكسن بكي. عجبتك؟ كتير حلوة. مشان تتذكريني بس. أنا ما رح أنساك أبداً. كنت بتمنى أكون كبير مثل أخي جمو، مثل عمو حقي. وأنا يا ريتني صبية كبيرة. لو بإيدي ما بتركك ولا بفترق عنك. ولا أنا بفترق عنك. مين منا بيعرف هلأ إيمتى؟ خلص لا تحكي هيك. شي يوم، شي يوم أكيد سهام. لوين ما رحتي تروحي، وين ما كنتي، رح أطلع قدامك. بكفي إنك ما تنسيني وما تختفي. محمود وأنا جايبت لك شي. حبيتها؟ أحلى هدية باخدها بحياتي. حبيبي تعال هون، حطه هني، تمام. Thank you.
اهلا وسهلا زينو خانم. اهلين فيك. تفضل اغا. يسلموا حسين. الله يسلمك. اهلا وسهلا سيد حقي. اهلين فيك. بدك تقلب له حياته لحقي فوقاني تحتاني، فهمت؟ فهمت اخي. ونحن كمان بحق لنا يحترمونا، ما هيك حسين؟ كيف لك وغصبا عنه. هذا الولد جديد حقي؟ ايه جديد. عينت لحالي شوفير خاص، مو منيح؟ ايه بيلبق لك. شو نسيت؟ انت حقي اغا الفستاجي الكبير. فوتي. هاي عروستي الحولة نزلت على الساحة. اهلا وسهلا زينو خانم. اهلين فيكم سيد فروح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا زينو. اهلين فيكي. مرحبا. مرحبا. اهلين حقي اغا. كيفك سيد حقي؟ انا منيح انسة جرنار، انت كيفك؟ تفضلوا شرفوا لجوا. شلون؟ شي حلو ما هيك؟ الشغل كمان نوع من العبادة. الإنسان العامل لا إيدي ولا روحه بمس الشي من الوسخ. والنظافة شرط الإيمان. طبعاً هاد على الأكترية بيفهموه غلط، بيفكروا إنه المقصود من هالمقولة هو نظافة إيدينا وأجسامنا مو شي تاني، بس المعنى الحقيقي هو نظافة القلب. بعرف. إيديك كتير ناعمة، معنى خشنة. باينتك مو متعودة تشتغلي أبداً. لا متعودة. حبيته كتير. يييي سلموا إيديك. ما منشرب شي؟ نشرب. من أنو؟ نبيد أحمر. كاسة عرق إذا تريد. تفضل أستاذ، في نبيد أبيض وأحمر، شو بتريد؟ بدي عرق لو سمحت. إيه كثير. تكرم. شو إبه؟ يلا نمشي. يلا. الظاهر ما بتحب النبيد. ما بطيقه أبدا. مرحبا. مبروك ست زينو. الله يبارك فيك. منين خطر لك تدخل بشغل الفستق؟ شوفي أنسة جرنار، 53% من الفستق الموجود بالبلد نحن الأورفلية مننتجه، بس لليوم ما صنعناه وسوقناه باسمنا. المناطق القريبة مثل عنتاب أخذوا الفستق اللي مننتجه وصنعوه وسموه باسمه، ولهالسبب صار ماركة بالسوق.
فقلت لحالي لازم نحط لهم حد بقى، يعني اللي بدي يقوله أنسج النار. من هون ورايح بإذن الله رح ناخد موقعنا بسوق الفستق ورح نعمل كل شي بيطلع بإيدنا. ريحة فستق أورفا وطعمته ما لها مثيل بالعالم كله، أفضل بمليون مرة من غير فستق. فهمتي علي؟ إيه شي أكيد. عمو المحافظ على الطريق رح يبدأ الافتتاح بعد شوي. بس أنا افتتحت وخلصت عمو.